تنمية ذائقة الطفل الفنية والعمل على صقلها وبث القيم الأخلاقية والتربوية من خلال عروض مسرحية هادفة. يأتي كل هذا عبر مهرجان الحسين الصغير الدول السادس والذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، والذي سوف نسلط الضوء عليه من خلال هذه التغطية. ابقوا معنا. أولت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي جل اهتمامها بهذه الشريحة من المجتمع من خلال رعاية الأطفال ومتابعتهم وتهيئة متطلبات الحياة المعيشية والنفسية والتربوية، لا سيما شريحة الأطفال من ذوي الشهداء والعوائل المتعففة، عن طريق بناء الروضات والمدارس التربوية والدينية وخصوصاً الأيتام، وكذلك مراكز معالجة أمراض التوحد للأطفال ومراكز الإرشاد الأسري لمعالجة العنف الأسري وحفظ الأسرة ورعاية الأطفال من التفكك والانهيار، وبناء المجمعات السكنية لهم في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية المجانية. وهذا المهرجان الثقافي والمسرحي واحدة من النشاطات التنموية التربوية والنفسية الهادفة التي ترعاها وتدعمها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، والمستلهمة من رسالة السماء وتراث أهل البيت عليهم السلام، ولها الأولوية في إقامة الفعاليات المسرحية والمهرجانات وغيرها بما يجسد مظلومية وقيم ومبادئ أهل البيت عليهم السلام، لبناء جيل قادر أن يحفظ لنا قيمنا وأخلاقنا الدينية والتربوية. مستمرين معكم أحبة المشاهدين بهذه التغطية الخاصة حول مهرجان الحسيني الصغير السادس، والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي الأستاذ محمد الحسناوي رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة، يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أستاذ محمد، السلام عليكم، البداية مبارك لنا ولكم انطلاق فعاليات مهرجان الحسيني الصغير السادس، يا ريت تحدثنا عن الأعمال التي تم قبولها في هذا المهرجان والدول المشاركة، وبماذا تميز هذا المهرجان عن الأعوام السابقة؟ تفضل. بالتأكيد أن هذا المهرجان يستمر لمدة 5 أيام بواقع عروض صباحية ومسائية. تم تخصيص عدد من الجوائز في هذا المهرجان للفرق المسرحية المشاركة، إضافة إلى وجود لجان متخصصة تم اختيارها بالنسبة على مستوى العروض، وكذلك اللجان التحكيمية وأيضا النقدية. تحدث عن الدول المشاركة والأعمال التي تم قبولها خلال هذا المهرجان. طبعا الدول المشاركة كلها من العراق وسوريا ولبنان ومصر وتونس والمغرب، إضافة إلى دولة إسبانيا وإيران. المشاركات يعني تنوعت ما بين العروض المسرحية وأيضا ما بين الورش الفنية والأعمال التفاعلية التي ستقدم خلال أيام وفعاليات المهرجان. Thank you.
كان عملنا هو عمل الافتتاح أوبريت بعنوان ملك سليمان، هو مشروع لتنفيذ القصص القرآنية. فبدأنا في القصة الأولى من القرآن اللي اعتبرناها قصة قريبة للطفل، بها عالم غرائبي، بها عالم جن وحيوانات وكذا. فبدأنا بقصة النبي سليمان عليه السلام، وإن شاء الله سيكون مشوار طويل مع القصص القرآنية، ونقدم للجمهور الكريم إن شاء الله هذه القصص بشكل لطيف جميل مشوق للأطفال الأعزاء. أنا سعيد جدا بالمشاركة السنة دي في الدورة الثالثة لمهرجان الحسين الصغير، دي أول مرة ليا في مدينة كربلاء، سعيد جدا بوجودي في المدينة، وسعيد جدا بالمشاركة في المهرجان اللي أنا حاسس إن هو فعلا بيقدم خدمة كبيرة جدا للطفل، مش في العراق بس، الطفل العربي بشكل عام. ولذلك دي كانت سعادتي الكبيرة جدا إن أنا أساهم في هذا المهرجان اللي يجب علينا كلنا إن احنا ندعمه ونحتفي به، من أجل أن يكون هناك طفل عربي مثقف وواعي وملتزم وفي كل الصفات اللي احنا نتمنى أنها تكون موجودة في أبنائنا كلهم. أنا بشارك هذا العام في تقديم ورشة لفنون الدمى أو العرائس القفازية، وكيفية استخدام العروسة القفازية كوسيلة تربوية وتعليمية للأطفال وللأسرة بشكل عام، وتدريب المتدربين إزاي نقدر نستخدم العروسة مع الأطفال الصغيرين، نقدر نوصل فكرة منهجة مسرحة المناهج المدرسية، بحيث أن نقدر نوصل الأفكار والدروس التربوية في المدارس بشكل مسرحي بشكل تربوي، ونخرج برا فكرة الحفظ والتلقين، بحيث أن احنا نقدر نشتغل على نقطة الإبداع والتفكير عند الأطفال. شاركت بمهرجان الحسين الصغير الدورة السادسة، واقترن اسم المهرجان باسم الإمام الحسين عليه السلام، وشاركت من النجف الأشرف ومثلت الدور العراق التراثي حتى أنقل العراق التراثي البغدادي. مشاركات فاعلة شهدها اليوم الأول من المهرجان، وهناك عروض وفقرات سوف تعرض في الأيام الأربعة المقبلة. إلى هنا أحبة المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية. تقبلوا تحياتي أنا حسين الجنابي، ومن خلف الكاميرا رحمن الربيعي.